كان في تقرير كنت عملته عن السجينات المحكوم عليهم بالمؤبد في سجن القناطر، وكانوا بيطالبوا بتطبيق قانون العفو على احكام المؤبد زي ما تم تطبيقها على الاحكام الاقل. معانا على التليفون ست اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون، له تعقيب وايضا له مبادرة طيبة. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو. اهلا بيك ست اللواء. اهلا وسهلا. الله يحفظك فيك يا اهلا وسهلا. الله يخليك. هو بالنسبة للعفو، طبعا العفو ده بيبقى قرار من رئيس الدولة او من المجلس العسكري في هذه الظروف، بيبقى في المناسبات القومية، وبيبقى على المجرمين اللي هم او المرتكبين الجرائم اللي هم ليسوا ذات خطورة معينة، وان هم في افراجهم عدم اخلال بالامن. فبيبقى حتى في ناس بالمؤبد بيبقى برضو بياخدوا نص المدة، بس بيبقى جرائمهم لا ترقى الى الاضرار بالمجتمع في حالة الافراج عنه. في مواد مانعة من العفو، وهذه المواد بيبقى منصوص عليها في قرار العفو، وده برضو لخطورتهم زي جلب المخدرات سواء مصري او اجنبي او التخابر مع دولة اجنبية او حيازة مفرقعات او اسلحة نارية او سرقات باكراه او اعمال البلطجة وعلى شاكلة ذلك. تمام. اللي بيبقى ساعة او القرار العفو اللي طالع محدد فيه هذه الجرائم التي لا يتم العفو عنها، وبتبقى مراجعة من التشريع في مكتب التشريع في مكتب السيد النائب العام، وبتعرض على مجلس الوزراء، ثم عقب ذلك بتعرض على الرئاسة او المجلس العسكري لإصدار قرار العفو. احنا في مع هذا في رغم ان هذا الموضوع قلنا ان بعد 65 سنة الشخص النزيل بيبقى سنه تقدم، بيبقى عنده ما عندوش ميل للإجرام نظرا لتقدمه بالسن، وقت 20 سنة بيبقى ده بيعفو عنه حتى لو في المواد المانعة من العفو. ويحتمل برضو ان شاء الله يكون في السن ده يكون اقل شوية في خلال العفو القادم ان شاء الله في حالة الموافقة عليه يا فندم. هو ده العفو ده بالنسبة لل وده يا فندم هيتم تطبيقه من امتى ان شاء الله لكل مسجون اتم 65 سنة وقضى 20 سنة في السجن؟ لا ده تم من في اول مرة يتم فيه في بمناسبة عيد الثورة وعيد الشرطة اللي هو في 25 يناير، وهيكرر ان شاء الله في المناسبة الجاية بعد الاعتماد من المجلس العسكري اللي هي بتاعة عيد تحرير سيناء ان شاء الله. عظيم، دي مبادرة طيبة جدا من سيادتك، ده مش غريب عنك سيادة اللواء، ونتمنى ان السن ينزل من 65 يبقى 60 يا سيادة اللواء. ان شاء الله ربنا يسهل الحال ان شاء الله، ومعروض امر كويس. سيادتك شفت الحالات اللي عرضناها الحقيقة ناس ستات كلهم كبار الحقيقة وبلغوا سن كبيرة، يعني ارزل العمر يعني بالظبط. ما هم بلغوا ارزل العمر، بس هم يمكن لو كان انطبق عليهم هذا الشرط اللي هو بلوغهم ال 65 وقضاء 20 سنة في العقوبة كان أخلي سبيلهم، فافتقدوا هذا الشرط. إنما لو كان الشرط ده مطبق عليهم اللي هو بلوغ 65 وقضاء 20 سنة في السجن بيعفى عنه. فده هو البتاع، واحنا عافينا عن ناس قبل كده كان سنهم أكبر من كده، عندهم 70 سنة و 80 سنة وموجودين في السجن وتم العفو عنهم بمناسبة هذا الشرط اللي اتحط في العفو اللي فات. خلاص احنا في انتظار بقى هذه المبادرة يتم تفعيلها ان شاء الله وننزل بالسن شوية ان شاء الله. شاكرين جدا يا فندم حسن سرعة استجابة سيادتك، كتر خيرك. النهاردة كان في مؤتمرات ولقاءات رسمية واعتصامات واحكام قضائية، تعالوا نشوفها في نشرة احوال مصر ونرجع